اول حاجه هنحط دلوقتي، انا بحب المشروم، فاللازانيا دي بالنسبه لي كتير لطيفه يعني، فهحط شويه زيت زيتون وهنحط معاهم زبده. زودنا بصله صح؟ ممكن نحط بصله لو تحبوا، البصل بيدي طعم لطيف طبعا. خليني اقفل الفرن بس يلا، عشان طلعت اللازانيا منه. انا بس هحط الثوم مع البصل. طبعا يلا قولي لي، حطي الثوم وحطي بدك اياه. طيب هنحط المشروم، وعايزين كميه حلوه يعني من المشروم، لان هي اصلا لازانيا مشروم. حلو، فعايزين كميه حلوه كده منها. شويه سمنة، حطوا قد ما انتم عايزين يعني، احنا ممكن نحط مثلا دول، طبعا ده هيدوب كله. ممكن كمان لو تحبوا نحط ريحان، ممكن نحط ريحان، ممكن نحط شوية زعتر. حلو. يعني زي ما تحبوا، رجع بالك. زي ما تحبوا. طيب هنا احنا حطينا شوية زبدة، هنحط معاهم طحين علشان نعمل البشاميل. تمام، نحط الطحين ونقلبهم مع بعض، وبعدين هنبتدي نحط الحليب شوية شوية. هي اللازانيا دايما خطواتها شوية كتير، بس بتطلع في الآخر لذيذة وتستاهل. هنحط لها بس شوية ملح وفلفل، ممكن لو تحبوا نحط شوية رشة من جوزة الطيب لو تحبوا. هنا بقى هنبتدي نحط دلوقتي الحليب اللي عندنا، ممكن نحط كمان على الحليب كريمة لو اللي عايزها شوية البشاميل أتقل يعني، أتقل كدسم يعني. بصير تقدروا يعني، قصدك تعملي خلط ما بين الكريمة والحليب، فبطلع طعم كمان طبعا أدسم كده. تقريبا خلاص. أوكي، دي كده الحشوة تمام، ممكن نشيلها من على النار لأن هنا النار أعلى، ونيجي هنا. حلو، ونخلي دي كده هنا. احنا كده تمام التمام. بنقدر نحط بقى زي ما اتفقنا مع البشاميل شوية من الكريمة لو عايزين، او بنحط الكريمة هنا يعني زي ما انتوا عايزين. طيب احنا البشاميل كده عندنا تمام خلاص اهو. شوفي انا عايزاه شوية خفيف زي ما اتفقنا، ودي كده كمان الحشوة خلاص. هنطفي على الحشوة. يلا ومجنى الفواعير، الله يسعدك حبيبة قلبي عينك الحلوين. خلاص هناخد البشاميل دلوقتي، نحطه وين؟ انا بس عايزه احط عليه شوية كريمة. يلا اطلع اسكى. خلاص هنحط عليه شوية كريمة، وهبتدي بقى دلوقتي بس نعمل طبقة مع بعض. هناخد شوية من البشاميل اللي عندنا، واحنا متعمدين نعمله خفيف شوية زي ما اتفقنا عشان يسخن. وهنحطها كده هنا. هنجيب دلوقتي اللازانيا اللي عندنا وهنفردها في قاع الطبق عندنا بهذا الشكل، وهنحط من الطبقة بتاعت الحشوة اللي عندنا، عشان احنا هنكمل بقى بقية الطبقات بالفاصل. بالفاصل هنعمل ايه؟ هناخد دلوقتي من الحشوة ونحطها كده، وهحط عليها جوه الجبنة البارميجان. اوكي، فهنفرد دول كده، وهجيب الجبنة البارميجان اللي عندنا. خلينا نحط كمان. خلاص كده تمام اهي، بس شوية بارميجان، وهنرجع نحط بقى تاني من الطبقات اللازانيا، وهكذا لغايه ما البشاميل. تخلص البشاميل في الاخر خالص فوق. اوكي، وهكذا لغايه ما تخلص عندنا الطبقات. صحيح، هنحط بس كبشه كده من البشاميل دلوقتي علشان احنا اتفقنا انه ايه، لسه هنسوي هتكمل بقيه سواها في الفرن. أوكي. فخلاص كده تمام، وهنكمل بقى الطبقات بتاعتنا لغايه ما الصينيه بتاعتنا تخلص. بس اخر طبقه عشان نحطها مع بعض، حطيت عليها بس طبعا احنا حطينا غير المشروم، الطماطم المجففه وسبانخ والثوم زي ما اتفقنا كله. هنا كده نحطها حتى انا بحب جدا الميه اللي بتبقى موجوده في المشروم، طبعا لازم تنحط لان هي البهاريز، النكهات، بهاريز النكهات كلها فيها. بس خلاص دي اخر طبقه هنحطها. هلا بنحط عليها بشاميل، اخر طبقه، بس بحب احط انا طبقه لازانيا كمان. اوكي، وما تنسيش البارميجان برضو طبعا، نحط طبقه بشاميل كده.
بشاميل عملته غادة شوي سائل عشان أيوة. يستوي أكتر اللازانيا. بالظبط كده تمام. هي كتير لذيذة كده وجوسي وجميلة يعني. طعمها شكله زاكي. إن شاء الله. خلاص هنحط دلوقتي آخر طبقة من اللازانيا وبعدين البشاميل وخلاص كده إحنا تمام. أهي. طب مش هتاخد وقت أبداً اللازانيا على النار لأن خلاص إحنا أوريدي نقعناها بمية. يعني سواها صار أسهل. كتير. كتير. ممتاز. وهنحط الجبنة على الوش وزي ما اتفقنا البشاميل نوعا ما خفيف مخصوص احنا عاملينه شوية خفيف. دي بقى هناخدها نحطها في الفرن على أعلى درجة حرارة تقريبا لمدة بتقعد يعني نقول تلت ساعة. أوكي. بلاش أعلى درجة حرارة بنحطها على يعني أقل من الأعلى بشوية علشان ما تحمرش بسرعة الوش. أنا بس عايزة أديها هي في العادي بتقعد مثلا 7-8 دقايق على ما الوش يحمر بيبقى كله مستوي في حالة إن احنا بنكون سلقينها. دي نص سلقة نقدر نقول عليها فممكن نسيبها 25 دقيقة في الفرن. حلو. نحطها على درجة حرارة 200 200 ممتاز 200.